أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الصوم يقود إلى الإحسان، كيف ذلك؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يعني أن الصوم علاقة خاصة بين العبد وبين الله عز وجل. الصائم يمتنع عن كل المفطرات، عن كل ما لذ وطاب من أجل الله سبحانه وتعالى. يعلمنا الإحسان، والإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المعنى العظيم يجب أن يكون فينا دائما، في كل حياتنا، في عملنا، في الوظيفة، في المتجر، في الصناعة، في علاقتنا مع أبنائنا، في علاقتنا مع زوجاتنا، في علاقاتنا مع آبائنا وأمهاتنا، ومع جيراننا، ومع الناس بشكل عام. أن نعبد الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كما الصيام علاقة خاصة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.